مساء الخير، أجدد الترحيب بحضراتكم. أوضاع معقدة ومتشابكة تشهدها منطقة الشرق الأوسط. أزمة سوريا دخلت في عامها الخامس من دون حل. حرب بالوكالة تدور روحها في سوريا واليمن والعراق، وتحركات غربية لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، ومحاولات روسية وإيرانية لتثبيت نظامه. مخاوف من وصول الحرب اليوم إلى دول الجوار خاصة لبنان، في ظل حالة من الفوضى السياسية والأمنية التي تعاني منها الدول العربية، والتي أنتجت نظاما منهكا غير قادر على صون الأمن القومي العربي. هذه الليلة نناقش المتغيرات الجديدة على المشهد السياسي الإقليمي، والتي تمثلت في تداعيات الثورة العربية والإرهاب والنزاع الطائفي والتدخلات الخارجية بالمنطقة، أيضا بالإضافة إلى طرح التساؤلات التالية حول الدور الروسي والتوازنات الإيرانية والتركية، إلى جانب المملكة العربية السعودية في المشهد الحاصل. أفتح هذا الملف مع ضيفي الفاضل في الاستوديو الدكتور محمد قواص، الإعلامي والصحفي والكاتب السياسي. مساء الخير دكتور محمد، وزي ما بقوله في مصر نورت مصر. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. يعني لأعرف المشاهد المصري بحضرتك، كاتب ومفكر سياسي لبناني مقيم في لندن وأيضا إعلامي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. هل يمكن القول بأن هناك مدخلا واحدا يمكن لنا من خلاله فهم اليوم الحاصل على الأرض في المنطقة؟ هل يمكن القول بأنه في عنوان ممكن أن يكون ملخصا للمشهد الحاصل على الأرض اليوم؟ يعني يا ريت الأمور بهذا التبسيط. واضح جدا أنه المنطقة تعاني من حالة مفصلية تاريخية نكتشفها كل يوم، وكلنا يحاول أن يتبرع بنظرية لتفسير هذه الظاهرة. البعض يقول أنها ساكس بيكو جديد لأنه يعاد تكوين المنطقة، هناك فك وتركيب، هناك مؤامرة من الخارج، وأن هذا الربيع كان خريفا. لكن برأيي كان هناك وقائع لازم تحصل. حصل ارتجال دولي في كل العالم. لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نعتبر أن محمد البوعزيزي في تونس هو مرسل من قبل المخابرات إلى آخره، وليس هو عنوان لمؤامرة دولية. هو جزء من حراك دولي تم ارتجال هذا الحراك من قبل كل القوى، الأنظمة السياسية الداخلية كما الأنظمة العالمية الدولية، وبدأت هذه القوى ترتجل يوم بيوم كيفية التعامل مع كل حالة. بإمكاننا التذكير كيف كانت الولايات المتحدة تطالب بحوار مع الرئيس التونسي، انقلب إلى ضرورة وجود بديل أفضل. نفس الكلام حدث أيضا في سوريا، نفس الكلام حصل في ليبيا وحصل في تونس وحصل في اليمن. وأريد أن أذكر بأننا طول عمرنا كنا نعتبر هذه الدول العظمى التي استعمرتنا والتي يعني صنعت كياناتنا أنها دول من الفضائيين، هيك أصحاب معجزات. لا، هم ناس بشر عاديين يرتكبون أخطاء يعني ترقى إلى درجة الكوارث كما لاحظنا في العراق. لأنهم قالوا أنه سيدقون الباب، سيفتح العراق أمام هذه الفكرة الديمقراطية، وبعد ذلك اكتشفوا أنه لا، هذه المنطقة هي قبائل وطوائف ومذاهب وستين مصيبة. يعني إذا أردت أن أعتمد قراءة حضرتك دكتور يعني ما أسميته حضرتك بالارتجال أو الارتجالات، تلك بدأت مع حالة العراق، ولكنها يبدو اليوم هي مستمرة في سوريا، وسوريا هي الأرضية الجديدة إذا جاز التعبير لممارسة كل تلك الارتجالات من قبل المجتمع الدولي. أولا المجتمع الدولي كان، إذا تذكري أستاذة ليليان، في فترة كانت الإدارة الأمريكية تروج لما يسمى بالفوضى الخلاقة باعتباره اختراع أمريكي بإمكانه إنتاج يعني قيم جديدة في المنطقة تؤدي إلى الديمقراطية. الولايات المتحدة تراجعت عن الموضوع، لكن أهل المنطقة لم يتراجعوا عن الموضوع. كان في بالمنطقة مشاكل حقيقية أدت إلى هذه الثورات. طبعا السؤال الكبير ليس لماذا أدت إلى هذه الثورات، سؤال كلنا كنا نسأله لماذا تأخرت هذه الثورات. البعض كان يعتبر أن الغرب أساسا وصل إلى هذه الدرجة لأنه عمل ثورات وانتهى من الموضوع، عمل هذه القطيعة مع ممارسة السابقة منذ الثورة الفرنسية، ونحن لم نذهب إلى بهذا الاتجاه. ما حدث في المنطقة هو، وأنا طبعا أريد أن أذكر دائما أنه كنت أسمع أكثر مرة أن هناك مؤامرة لتقسيم المنطقة. لماذا؟ يعني الولايات المتحدة تريد تجزئة المنطقة، لماذا؟ أنا أريد أن أعطي مثال. أنا زرت السودان عدة مرات،
وزرت السودان بعد ما تم التوقيع على اتفاق أبوجا اللي أدى إلى الاتفاق على استفتاء، السماح لأهل الجنوب بالاستفتاء. أول مفاجأة كانت أنه أهل الشمال اللي كنت ألتقيهم في الخرطوم كانوا يقولون أنه هذا غير دستوري، كيف تسمحون لأهل الشمال أن ينفصلوا؟ اسألونا نحن ننفصل، يعني كمان إلا سؤال. ثانيا المفاجأة الثانية، نحن بكل شعبوية نقول أن الولايات المتحدة هي من تأمر لتقسيم السودان، السودانيون أنفسهم يقولوا أن الولايات المتحدة عملت جهدا لتمنع التقسيم ليس هل كرمة. أفهم من كلام حضرتك بأنه إذا كان في سيناريو تقسيم اليوم في المنطقة هو رغبة داخلية، رغبة شعبوية وشعبية طبعاً. عند طبعاً. الشعوب العربية طبعاً. نحن نكتشف أولاً نحن يعني خلال 50 سنة الماضية عشنا في وهم الأمة العربية الواحدة، كلون واحد حيط يعني، وإذ نكتشف أنه نحن قبائل ونحن مذاهب. وأنا يعني أسمع أصدقائنا بالعراق الذين يكونوا يقولوا أنه لم تكن هناك مذهبية في العراق، لا كانت هناك مذهبية في العراق، كان هناك نظام سياسي يمنع ظهور هذه المذهبية، لكن أكثر كان في ثقافة دولية أيام الاتحاد السوفيتي أيام اليسار كانت تمنع استخدام الدين، لم يكن استخدام الدين على الموضة. لما تم استخدام الدين حتى من قبل الدول الكبرى، يعني بريمر لما إجا على العراق أتى بخريطة مذهبية سني شيعة مسيحية صابية إلى آخره، عندما تم ذلك اكتشفنا أنه إحنا قبائل وعشائر، وهناك استعداد وأرضية بالفعل لي طبعا طالما ليس هناك مشروع. طب بناء عليه دكتور في هذه الحالة كيف ترى يعني شكل المنطقة الجيوسياسي في الفترة المقبلة إذا ما تم تقسيم المنطقة مرة أخرى على أساس الإثنيات والأعراق والقبائل والطوائف المتعددة في هذه الرقعة من الأرض؟ أولا أنا أستبعد أن يكون هناك مشروع لتقسيم المنطقة لأنه مشروع متعب، يعني توحيد المنطقة أول شيء، هذه المنطقة معايير غير واضحة، هذه يعني المنطقة لم تعد منطقة معادية للغرب أو الولايات المتحدة، فينا نقول عن كل المنطقة. أذكر جيدا أنه أيام الاتحاد السوفيتي كان أحد المسؤولين، وهذا ذكرته من فترة قصيرة، أحد المسؤولين اللي كان العرب الذين كانوا يترددون إلى الاتحاد السوفيتي كان يقول أنه سمع بموسكو أنهم يقولون أن العرب يأتون إلى الاتحاد السوفيتي لكي يصبحوا قريبين من الولايات المتحدة، بمعنى أنه نبض المنطقة اللي هو كمان نبض ديني ضد الإلحاد والشيوعية ويقترب من هذا النمط الغربي. وواضح جدا عندما انهار الاتحاد السوفيتي انكشفت كل المنطقة أنها ذهب باتجاه الغرب. بدنا نذكر أكثر أن الأنظمة التي كانت تعتبر ثورية، كان مثلا النظام السوري لم يدخل إلى لبنان إلا بضوء أخضر أمريكي مش سوفيتي. النظام الأنظمة الأخرى طبعا النظام الليبي أيام القذافي سمع الكلمة فورا وسلم أسلحة الدمار الشامل وانساق باتجاه الغرب لأنه المشروع القديم. أنا رأيي ليس هناك مؤامرة داخلية للتقسيم، لكن هناك يعني زلازل تحصل في المنطقة والغرب يواكب الموضوع من بعيد لبعيد محققا مصالحه ربما طبعا. بالحديث عن المصالح، إلى أي مدى يمكن القول بأنه مثلا دخول روسيا اليوم في هذه المغامرة العسكرية في سوريا هو تحقيق لمصالحها بينما تتكبد الخسائر الوحدة تلو الأخرى منذ اتخاذها القرار، إن كان على المستوى المادي العسكري والخسائر في صفوفها أو على مستوى الخسارات السياسية؟ أولا يجب أن نحسم موضوع أن موسكو أو واشنطن أو أي دولة عندما تتدخل في شؤون منطقتنا تتدخل لمصالحها الخاصة، يعني حتى لا يكون هناك أي رهانات عربية مثل ما موجود حاليا رهان في سوريا أنه وجود روسيا هو لتحقيق مصلحة الوحدة السورية وإلى آخره. هي أولا. ثانيا ملاحظة يجب أيضا الاهتمام بها، روسيا دخلت إلى سوريا حاليا، طبعا كلنا نتساءل عن التوقيت، لماذا الآن 5 سنوات لماذا الآن؟ وبال5 سنوات كانت موسكو تقول أن لدينا مصالح ولدينا قواعد عسكرية ولدينا علاقات تاريخية، ومع ذلك لم تتدخل، فجأة تدخلت. تدخلت روسيا لأنه سمح لها أن تتدخل في سوريا. سمح لها عندما يأتي هذا الغرب ويترك سوريا كما هي ويوحي لكل الخصوم والحلفاء باللعب في الملعب السوري دون أي تدخل فتدخل روسيا. أريد أن أذكر أكثر، في بعض الحالات كانت روسيا ترسل بواخرها العسكرية،
فتتحرك البواخر والبارجات الأطلسية في الأطلسي. كانت روسيا تنسحب فورا. أعطي مثال ثالث، عندما قررت الولايات المتحدة تحريق قطاعها العسكري بعد استخدام، بعد أن ثبت دوليا أن النظام السوري استخدم السلاح النووي، وبالتالي تجاوز الخط الأحمر الشهير عند أوباما، وقررت الولايات المتحدة السلاح الكيماوي عفوا، فقررت الولايات المتحدة أن تتحرك عسكريا وتهدد، حركت القطاع، تم استدعاء وليد المعلم وزير الخارجية السوري إلى موسكو، ولعبت موسكو موظفا عند الولايات المتحدة أنه بين مزدوجين المعلم بده يتسلم السلاح الكيماوي، فأشرفت موسكو على تسليم روسيا للسلاح الكيماوي. يعني عندما تحرك الغرب روسيا تتراجع. حاليا روسيا موجودة في سوريا بوكالة كاملة من هذا الغرب، يعني إذا كان بوكالة، ولكن يبدو كمان، وأعود هنا إلى مقالاتك دكتور قواص، أقف عند مقالة سوريا موسكو الأطلسية نشرت في ميدل إيست أونلاين بتاريخ 7/11 الجاري أو لا الماضي، تحدثت أنه سوريا روسيا عفوا أدخلت ربما مصطلحات ومفاهيم جديدة اليوم في نقاش وفي خطاب نقاش الحالة السورية، عندما فرضت على المجتمع الدولي، أو اليوم بالحديث عن البدائل عن النظام السوري أو مع من نتحدث في سوريا، فرضت ترمينولوجي جديدة، المعارضة الجديرة. وتوقفت عند يعني حضرتك بهذه المقالة، كيف تكون المعارضة الجديرة وكيف تقدمها روسيا، وإلى أي مدى هذا سيتناسب مع مصالح مستقبلية لروسيا في المنطقة؟ هل تبني روسيا اليوم بديلا للنظام السوري الحالي، ترعاه وتستمر معه بنفس العلاقات؟ سيدتي، لو كانت روسيا تستطيع أن تفعل ما تريد عسكريا لاستغنت عن كل هذا السياق الدبلوماسي الحالي، وتستطاعت من خلال التدخل العسكري، لكن واضح جدا أنه لا حسم في سوريا عسكريا، لا للنظام ولا للمعارض. استخدم النظام جيشه واستخدم الميليشيات التابعة لإيران إلى آخره، ولم يحسن الصمود، وبالمقابل أيضا يعني فصائل المعارضة يعني المدعومة من دول إقليمية موجودة أيضا بأسلحة أصبحت نوعية بشكل أو بآخر، لكن كان واضح جدا أنه لا إمكانية للنصر، زائد في أيضا محرم، يعني كان تكرر محرم غربي صيني روسي بعدم المس بمنطقتين، منطقة اللاذقية ومنطقة العاصمة دمشق، والتزم الجميع اللاذقية لأنها العلوية، منطقة علوية وبالتالي تعتبر، وزائد أنه يعني منطقة يعني عزيزة على قلب القواعد العسكرية الروسية، وطبعا كان ممنوع الدخول إلى دمشق، ومن هنا تفسير لماذا في كل مرة كان في هجمات معارضة تأتي من الجنوب تتوقف فورا ويقال أن الأردن تدخل لي إلى آخره، وبالتالي الأمور محسوبة أولا. ثانيا، المقاربة الروسية الحالية هي مقاربة عسكرية، لكنها لا تستطيع أن تحقق أي شيء بلا مقاربة سياسية، والمقاربة السياسية هي مقاربة يوافق عليها الجميع. يعني يتم اليوم من قبل الكلام بين الولايات المتحدة وروسيا عن إعداد مشروع جديد، شفنا بفيينا 1 وفيينا 2، يتم الآن تكليف المملكة العربية السعودية التي لها موقف في الموقوع السوري بإعداد المعارضة الجديدة لتقبل بشروط فيينا 1 وفيينا 2. يتم تكليف الأردن بتسمية من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي، وبالتالي المنطقة كلها تعمل ضمن بروسيجر حاليا لإنتاج هاي العملية السياسية التي يسمح، وأعود لكلمة الوكالة، لموسكو أن تقودها. والوكالة ليست مفتوحة، والطائرة التي أسقطت من قبل تركيا هي وحدة من سمات أنها ليست مفتوحة في مناطق معينة في شروط معينة، وبإمكاننا بعد أسابيع أن نرى كيف يعني كيف تكون مرسومة هذه الخرائط. طب بس، ولكن أريد أن أفهم يعني فكرة الوكالة والسماح لموسكو مع تعارض الأهداف، يعني إذا كانت اليوم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا من ناحية تسعى إلى يعني إسقاط نظام الأسد واستبداله اليوم بما يتناسب مع 5 سنين من الانتفاضة أو الثورة، وتمسك موسكو بنظام الأسد في سوريا، في تناقض بالأهداف واختلاف دكتور. لا، أولا
صحيح، بس لنشوف كيف تطورت الموضوع. أولا الغرب غير معني يعني مع احترامنا للسوريين الذين يحبون سوريا ويعتبرون أهم بلد بالنسبة لهم ولهم الحق، سوريا ليست دولة مهمة بأهمية ليبيا النفطية وبأهمية العراق النفطي وبأهمية جيوستراتيجية لدول كثيرة. لذلك الأهمية الأساسية لسوريا هو أمن إسرائيل فقط. تحرك الغرب، كان سيتحرك الغرب لو كان أمن إسرائيل مهدد، والدليل أنه تحرك بكل قواه عندما طلب سحب الأسلحة الكيماوية لأنها فقط تهدد أمن إسرائيل. وهذا ينطبق على روسيا كما الولايات المتحدة، ينطبق على الجميع. قدامنا فاصل دكتور قواص، بعد الفاصل نتابع نقاشنا وندخل في أيضا الدور الإيراني والسعودي في هذا المشهد، كونوا معنا. أجدد الترحيب بحضراتكم وبضيفي الدكتور محمد قواص الإعلامي والكاتب الصحفي اللبناني. دكتور محمد، أيضا أعود إلى نفس المقال، يعني في مجازفة إذا جاز التعبير أن تقول بأنه أصبح دور إيران اليوم ثانوي في المعركة السورية، بالوقت الذي لا يبدو حتى الآن أنه البديل الروسي، إذا كنت بدي أعتبر في بديل روسي عن اللاعب الإيراني، متحكما بالفعل بمفاصل الأمور. طبعا ليس بسذاجة يعني أقول أنه ثانوي، ليس ثانوي بمعنى هم لاعبين أساسيين، هم يراهنون على بقاء النظام السوري مراهنة على بقاء نظامه. يعني هذا الأمن الاستراتيجي لإيران متعلق طبعا، وحزب الله في لبنان متعلق تماما بصحة النظام السوري، لكن حاليا الملف في يد موسكو بقوة عسكرية لدولة عظمى وبقوة دبلوماسية تقود دولة عظمى، تقود دولة عظمى ليس معترف فيها يقر لها بالإمساك بالملف. هي تماما تذكرني عندما تم الاعتراف لسوريا بدور في لبنان. التدخل السوري في لبنان لم يجري بناء على قرار سوري، جرى بناء على ضوء أخضر دولي تم مباركته أيضا من العرب الذين اجتمعوا أيضا في المملكة العربية السعودية وقرروا إرسال قوات الردع العربية التي لم يبقى منها أي قوات إلا القوات السورية، وتم تثبيت الوجود السوري في لبنان بناء على اتفاق الطائف العربي المبارك دوليا. هذه المقارنة التاريخية طبعا تدفعني إلى القول أن هناك مباركة لتدخل عسكري روسي لا تستطيع دول الغرب، لا تريد، مش لا تستطيع، لا تريد دول الغرب لمصالحها أو لأنها لا تعتبر أنها يعني معنية مباشرة بالصراع السوري، أصبحت تعتبر بعد مئات آلاف اللاجئين وعملية الإرهاب التي ضربت باريس مؤخرا أصبحت معنية بالأمر أكثر، أصبحت معنية، فهي لديها اليوم متبرع عسكري باستطاعته أن يضرب عن طريق الجو، وضمن نظرة روسيا الروسي يقول ما لا يستطيع الأمريكي أن يقوله. الروسي يقول أنا أغطي الجو لكن لدي قوات على البر هي قوات الجيش السوري التابع لدمشق. هذا الكلام ما يستطيع الأمريكي أن يقوله، وهو يطالب برحيل النظام السوري وقيادته، فهو وكل بهذه المهمة ونحن من وكلك نستطيع تأمين ما تريده. معارضة الجديرة السعودية ستقوم بذلك، التفريق ما بين الإرهابي وغير الإرهابي، الأردن سيقوم بذلك، علما أنه بدأنا نتكلم فجأة عن ضرورة التدخل البري. أساساً إلى ما قد يمهد هذا الكلام دكتور؟ يمهد أيضا بالقول للروسي أننا يعني شركاء كامنين، وأننا أولا قررنا أن نرسل ما نسميه خبراء عسكريين إلى العراق، هذا قررنا، وثانيا أطلق تصريحه الشهير وزير الخارجية الأمريكي بالقول نحتاج إلى قوات برية، وهو كان أطلق هذا التصريح قبل أشهر، لكنه قال لن أتفاجأ إذا ما دخلت قوات من المنطقة إلى 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 سوريا، لأنه نحتاج إلى قوات برية. حتى الآن هذه ليست سيناريوهات، هذه محددات للمهمة السورية، بمعنى أنه الشريك جاهز، إذا أنت قايم فيك تقوم بالعمل وحدك برافو،
نعم. طيب بالحكي عن الشريك أو اللاعب الإيراني في هذه الحالة، هذا أيضا يردني إلى التساؤل اللي طرحته حضرتك بأحد مقالاتك عن الموقف السعودي الذي تجاوز وتغاضى عن الكثير من التجاوزات بتاريخ العلاقة بين البلدين، بين سوريا والمملكة العربية السعودية، من أيام حافظ الأسد الأب مرورا بعهد بشار الأسد. ما الذي اختلف اليوم، وما هي ربما الخطوط الحمراء التي ضرب بها نظام بشار هذه العلاقة وأساسياتها؟ يعني جيد طبعا أن نشير إلى هذا الموضوع، لأن هناك اتهام أن المملكة العربية السعودية، وأنا لست مدافع لا عن السعودية ولا عن أي دولة أخرى، أنها وراء يعني تعزيز الوجود السني إلى آخره. في مقالي أشرت أنه القيادة السعودية والقيادة السورية برئاسة حافظ الأسد وبعض بشار الأسد كانوا بمثابة الحلفاء. أذكر جدا أن أسف على مقاطعتك، بس أنوه أنه هذا جاء في مقال بعنوان ما لم يقله محمد سلمان لبوتين، وكان محمد بن سلمان لبوتين. محمد بن سلمان عفوا لبوتين، وكان نشر في صحيفة العرب. تفضل. أولا كانت العلاقة استراتيجية، وذكرت من شوي باتفاق الطائف، وكان مع شراكي سوري سعودي دخلوا فيها. اثنان، عندما حصل الخلاف الكبير بين حافظ الأسد ورفعت الأسد، القيادة السعودية راعت الحل وراعت رفعت الأسد في الخارج يعني. زائد أنه القيادة السعودية كانت تعتبر دوما أنه بشار مثل ابنة، ويعني تم رعايته للرمق الأخير، بما يعني أن وزائد عندما اصطدم النظام السياسي مع الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين ذهبوا إلى السعودية، هربوا من سوريا وذهبوا إلى السعودية. لم تستخدم الأراضي السعودية يوما بصفتها منبرا إخوانيا ضد الحكم العلوي في سوريا، بالتالي غير معنية السعودية في هذا الكلام المذهبي. عندما قتل رفيق الحريري، السعودية اعتبرت أنهم قتلوا رجلها، وكان الملك عبد الله قد تكلم مباشرة مع الرئيس بشار الأسد بقوله أنه يعني زلمتنا فعليكم حمايته، فلما قتل اعتبروا أنه هذه نكسة. ومع ذلك الرجل الكبير بالعمر والذي كان مريضا الملك عبد الله ذهب بنفسه إلى دمشق واصطحب الرئيس بشار الأسد إلى بيت استشار لا بشار الأسد إلى الحريري، طبعا وضغط على الرئيس سعد الحريري للذهاب إلى دمشق. يعني السعودية كانت ذهبة باتجاه الماكسيموم. طيب بعد كل ذلك السعودية، ما أريد أن أقول لا يهم شكل النظام، لكن السعودية عندما تشعر أن هناك خطر استراتيجي على النظام والكيان السعودي تتحرك. ما هو الخطر الاستراتيجي؟ هي إيران. عندما تصبح السعودية سوريا جزءا من النفوذ الإيراني، بعد أن أصبح العراق جزءا من النفوذ الإيراني، وبعد أن تسلل الإيراني إلى اليمن وإلى لبنان وطبعا إلى البحرين وإلى مناطق كثيرة بالخليج، السعودية تشعر أنها محاصرة، وأن أساس الحصار هو التواجد الموجود في العراق وفي سوريا. ليس بإمكانها أن تفعل أي شيء بالعراق لأسباب مذهبية أو لأسباب يمكن أكثر من ذلك، لكن في سوريا تعتبر أنه هي مناطق أيضا لها علاقة فيها. تحركت بهذا الاتجاه وتحولت المعركة إلى معركة طائفية مذهبية. بدأت الحركة السورية بأنه سوريا بدها حرية، كنا نشوف مظاهرات سلمية، تم قصف هذه المظاهرات بشكل ناري، تحولت ما هو سلمي إلى ما هو عسكري تماما. ما حصل في ليبيا، تحرك الناس في بنغازي بيافطات وأعلام وإلى آخره، تحركت كتائب القذافي كما قيل باتجاه بنغازي، تعسكرت الانتفاضة، تدخل الأطلسي وانتهى الموضوع. طيب بس هذا التضاد أو اليوم الخطوط الحمراء التي قررت المملكة السعودية بأنه سوريا بالفعل تجاوزتها لأجل الخطر الإيراني وما تشكل عليها في المنطقة، لا ينعكس حقيقة أو على الأقل هذا ما هو ظاهر بسياستها تجاه لبنان. اليوم لبنان يعيش مرحلة الجدل حول انتخاب رئيس الجمهورية، في انقسام واضح بالتيارات السياسية، لكن في شبه توافق باتجاه التوافق على من اختاره بشار الأسد وهو سليمان فرنجية. كيف نفسر الرضا السعودي عن مرشح الأسد ليكون رئيسا للبنان؟ أولا يعني لبنان هذا البلد الصغير حتى الآن هو لغز من ألغاز العالم. لماذا؟ أنا لا أفهم. طبعا سليمان فرنجية هو يقدم نفسه بصفته الصديق الشخصي للرئيس بشار الأسد،
بالتالي أحيانا لا تفهم لماذا المملكة العربية السعودية عندما غطت حركة الرئيس سعد الحريري باتجاه الترشيح غير المعلن رسميا حتى الآن لسليمان فرنجي، سؤال كبير، لماذا تتفقون على ما ترضى عنه إيران في إيران ولا تتفقون في سوريا أو في العراق أو في اليمن؟ ما الذي حصل؟ سؤال منطقي. نعم، هناك طبعا سؤال كبير، إذا كانت السعودية تعمل جاهدة لإبعاد بشار الأسد عن قصر المهاجرين في دمشق، فكيف تأتون بصديقه إلى قصر العبدة في لبنان؟ إذا كانت خطتكم هو الإبعاد فكيف تأتون بالصديق؟ وإذا كان عندكم معلومات أنه لا الأسد باقي فلماذا تأتون أيضا بالصديق؟ مجموعة من الأسئلة. إلا إذا السيناريو الكبير مطروح، الخطة الضخمة جاي، أن النظام السوري آيل إلى ذهاب بشكل أو بآخر، ليس بالطريقة العسكرية، بطريقة المفاوضات، بالطريقة الانتقالية، بطريقة تدجين المعارضة والذهاب إلى، وبالتالي يجب تطمين حزب الله على وضعه في لبنان من خلال رئيس يكون قريب من حزب الله. طبعا تخمين مرحلة، ولكن يعني تعتبر أنه بهذه حزب الله طبعا أنا مصر أنه المبادرة أصبحت روسية، وبعد قليل سيطلب من كل الميليشيات الفاعلة المعارضة وغير المعارضة أن تنسحب. سيضطر حزب الله بعد أن مني بكل هذه الخسائر أيضا أن يقر بهذه الفوقية الروسية وهذه الأفضلية الروسية وأن ينسحب من لبنان ليعود إلى لبنان، يعود إلى أي لبنان؟ عندما يعود إلى لبنان برئاسة سليمان فرنجي، هلأ ممكن أن تقول لماذا لا يعود برئاسة ميشيل عون؟ يعني هذه كمان تفاصيل لبنانية حتى الآن الساعات ممكن تكشفها. بإمكانه أن يرتاح إلى النظام السياسي القادم، وبالتالي بإمكانه أن تكون عودته فيها نصر نوعا ما إلى البلد. هي أحد التفسيرات. هل لاحتواء غضبته؟ هل لاحتواء رد الفعل غير المحتمل؟ هل أصلا ما زال حزب الله بعد كل هذه الخسائر اللي تحدثت عنها ومع التغيرات الإقليمية ومع تراجع الدور الإيراني سيكون له نفس النفوذ في حال انهار نظام الأسد بسوريا؟ أولا لا، يعني هو لن ينهار بالمعنى العسكري. هناك حتى إذا قلنا السيناريو القادم هو مرحلة انتقالية يكون فيها بشار الأسد موجود انتقاليا، ويكون هناك يعني حكومة مشتركة ودستور حسب فيينا أنه يكون رئيس لجنة الدستور ما له علاقة بالنظام، وبالتالي كل الوجود انتقالي. وإذا لاحظت كل يعني كل التصريحات الخصمة الخصوم تقول نحن لم نعد نطالب بذهاب بشار الأسد قبل المفاوضات، لم نعد، لكن نريد أن نعرف مصيره أمتى يعني. فهذا يعني آخر شيء تصريح الفرنسي. وبتصور المقاربة السعودية الجديدة اللي دخلت بفيينا هي هكذا، تريدونه انتقاليا فنحن نقبل بذلك. حزب الله أدرك هذا الموضوع، وإيران قد تدرك هذا الموضوع، وليسوا خاسرين، أنا لا أقول أنهم منهزمين، لكن في يوم في التسوية سيطلب منهم الخروج، خروج طبيعي. يعني كلنا في لبنان نسأل متى سيعود حزب الله. عندما سيعود حزب الله سيريد أن يعرف إلى أين يعود، إلى رئيس من جماعته، صديق له، باستطاعته تأمين خطوطه الخلفية أم لا. أعتقد هذا التفسير المنطقي الوحيد في بلد كله جنون يعني. نعم. طيب قبل ما يدهمنا الوقت دكتور، بدي أرجع لي الدور الروسي وما فرضوا من تغييرات في المنطقة. هل دخول روسيا بهذا الثقل سيعني تراجعا مثلا للنفوذ الأوروبي في المنطقة؟ إذا اللي كان هو ما كانش طبعا يعني بقوة النفوذ الأمريكي بس يعني أولا إذا كانت يعني نظرية الوكالة هاي لنشوف لوين بتوصل. أول شيء روسيا لا تملك أن 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 تفوز بحرب أو يعني لا تملك لا قوة عسكرية ولا قوة استراتيجية ولا قوة اقتصادية بإمكانها أن تشن هذه الحرب لوحدها، فهي بحاجة لكل البيئة الدولية تحت مسمى العام حاليا هو محاربة داعش، فتحت داعش الكل يدخل. نعم. بهذا الإطار. هي أولا. ثانيا أنه الغرب موجود يعني في جزر المنطقة، ليس بإمكانه عندما يعني تذهبين إلى منطقة مثل منطقة الخليج مثلا، مثل لبنان، منطقة المغرب العربي، يعني كيف بإمكان روسيا أن, 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 أن تنافس هذا الغرب اللي هو موجود، وخصوصا أن روسيا لا تحمل مشروعا للمنطقة. كان بإمكانها أن تحمل المشروع أيام الاتحاد السوفيتي لأنه مشروع ايديولوجي، لكن متى روسيا حاليا ما الذي تملكه يختلف عن الآخرين؟ دائما حتى بشكل كاريكاتوري بإمكان الغرب أن يقول أنا أحمل لكم مشروعا مزعوما اسمه الديمقراطية والتعددية والانفتاح ما يمارس عندنا. ما الذي يملكه فلاديمير بوتين؟
ما الذي يمارس عنه؟ أي ديمقراطية، حرية الصحافي، التعددية في الحكم. فبالتالي وكأنه حاليا المنطقة كلها تشعر أن نحن نريد الأمن، وأتى من يعد بهذا الأمن. لكن أريد أن أذكر أيضا الاتحاد السوفيتي بقوة ستينجر هزموا في أفغانستان، وحتى الآن إذا كنت تلاحظين نوعية الأسلحة التي دخلت سوريا محسوبة تماما. وعندما تسمعين أن هناك صاروخ ستينجر واحد قد أطلق، يعني أن هناك انقلابا عالميا على المهمة السورية. وإذا لم يحصل ذلك فمعنى ذلك أن الضوء الأخضر ما زال أخضر. قبل ما أختم دكتور قواص، كمان برجع لي سريعا المقال لحضرتك ب 25 آب 2015، كان بعد زيارة أعتقد إلى مصر، تساءلت فيها قبل ولا قبل زيارتك إلى مصر دكتور؟ بعد زيارتك إلى مصر في هذا المقال، ونشر في الحياة اللندنية في البحث عن مصر، تقصد في الدور البحث عن الدور المصري اليوم في يعني خارطة يعني التحولات الجديدة تاريخيا. كان كلنا نحن العرب كنا نعتبر أنه بعد كامب ديفيد خرجت مصر من الفعل العربي، وأخرجت يعني بقرار من الجامعة العربية وخسرنا. نحن في لبنان كنا نعتبر أنه لو كانت مصر هي مصر التي نعرفها سابقا لم نكن دخلنا في حرب أهلية مدة 15 عاما، وكلنا كنا ننتظر العودة المصرية. لكن هذه العودة لم تحصل، والسبب الرواية المصرية الدائمة أنه لدينا مشاكلنا اليومية التي لا نعرف. لكن أقول لك شيء آخر، أساسا غلط انتظار العودة المصري. الزمن تغير، لم يعد باستطاعة أي دولة أن تلعب دور قومي، استطاعت مصر أن تلعب دور إقليمي يتعلق بالدول المحيطة بها. لا يعني حرام تحميل مصر أكبر من طاقتها. أنا بالنسبة إلي يمكن أبحث عن مصر في ملفات عديدة. أنا أعتبر أن هناك انقسام كبير في المنطقة سبب هذا الخلاف الإيراني الخليجي وخصوصا بقيادة السعودية. مصر على حلف مع هذه المنطقة الخليجية وليست على خلاف مع إيران. دائما في تلويح مصري ليس رسميا بأنه في حال زعلونا الخليجي من روح عند الإيراني والعكس صحيح، لكن مصر تمتلك حاليا إمكانية إقفال هذا الملف بتجسير هذه الهوة أو بالمحاولة بشكل أو بآخر. ننتظر هذا الدور. لا أعرف ما هو الدور المصري في سوريا، وإذا لم يكن هناك دور فالأفضل أن لا يكون دور من أن يكون دورا سلبيا. حتى الآن نأت مصر يعني بنفسها على أن تكون جزء ربما من الصراع الطائفي. طبعا زكاء من القيادة المصرية في هذه المرحلة أن نأي بالنفس عن أي صراعات لها طابع طائفي في المنطقة، والحفاظ على مصالحها كما تفضلت حضرتك ما بين جبهة الخليج من ناحية والتقارب الإيراني المصري. أنا أعتقد مستقبل الدور المصري، هذه كلمة يعني فيني أختم بكلامي، هو في هذه الدور الجديد مع إيران ومع المنطقة العربية. مصر الوحيدة المؤهلة للعب هذا الدور، أن تكون هي صلة الوصل أو الجسر صعب. أو الكوبري صعب اللي ممكن يرجع يعني يربط هذه العلاقات ببعضها البعض. دكتور محمد قواص الكاتب والإعلامي اللبناني، أشكرك على وجودك معي هذه الليلة، نورت مصر وشرفت استوديو الصورة الكاملة. شكرا على حضورك معنا. مشاهدينا كل الشكر لحضراتكم، لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، تصبحوا على ألف خير.